Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good afternoon. The terrible human cost of this conflict. إن التكلفة الباهظة الإنسانية المأساوية لهذه المرحلة هي صعبة جدا، ونحن هنا متواجدين لأن نحاول أن نجد حلا إنسانيا لهؤلاء الأشخاص في غزة. أنا ممتن، نحن ممتنون جدا لجلالة الملك عبد الله الثاني وإلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا إلى الأمين العام على هذا التنظيم وهذه الدعوة. لقد انضممت إلى مجموعة عمل في هذا الصباح وتحدثت مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وأيضا النائب الأمين العام غريفنس، وأيضا أكدنا على ضرورة حماية المدنيين في هذه المرحلة، وتحدثنا عن التحديات والتي هي تحديات كبيرة وتحديات جمة، وأيضا ومع طبعا مع استمرار العملية العسكرية في غزة. ونحن لدينا هنا الآن قرارا وقرارات أمامية لإيقاف الصراع، والتي أيضا صدر قرارا البارحة، وحان الوقت الآن للتصرف والقيام بالفعل. الفلسطينيون يعانون الآن أكثر من السابق، وعلينا أن نتخذ الإجراءات التي تحد من المأساة والألم. وبهذه المناسبة أيضا نحن نساهم ب 2 مليون باوند لمنظمة الفاو في هذه المرحلة، وطبعا نحن نساهم أيضا بالحملات الإنسانية التي تقوم بها والمتمثلة بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أيضا وطبعا نوفر المساعدات الطبية التي تقوم بتوفير الخدمات الطبية وتعالج 100 شخص. هذه الممرات الآمنة هي ممرات ضرورية جدا، ونحن نضيف الآن 1 مليون باوند من أجل توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمدنيين في فلسطين. لقد ناقشنا ذلك مع طبعا الحكومة الأردنية، وهنا علينا القيام بالمزيد. وإسرائيل يجب أن تنسحب انسحابا كاملا من كافة الأراضي، وأن توفر بيئة آمنة لأجل القيام بالعمل الإنساني، وأيضا بضرورة حماية الأفراد الذين يعملون في تلك المنظمات وتأمين حمايتهم أيضا من أجل وصول هذا الدعم الإنساني الفوري. وفي نهاية المطاف، هذا طبعا يدعونا إلى الالتزام كجميع الأطراف، وأن نتحمل المسؤوليات الموكلة على كاهلنا في هذه المرحلة، وأن نتأكد من إنهاء هذا الصراع، وأن يكون هناك طبعا إيجاد حكومة قوية في غزة وفي الضفة الغربية، وأيضا وأن نحل هذه الصراع متبنيين حل الدولتين، حلا واقعيا لإيجاد بيئة سلام وأمانا للجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وأن يعيشوا جنبا إلى جنب كأصدقاء. وفي نهاية المطاف الحمد لله رب العالمين.